النيابة حبستهم 4 أيام على ذمة التحقيق. وانت ليه ما طلعتهمش بكفالة؟ النيابة رفضت. الحكاية ما تطمنش من أولها. في ناس شافوهم وهم نازلين المية من عزبة شويرة. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ أنا هتصرف. لكن تفضل أهم حاجة. اللي هي؟ محتاجين حد تبعنا. تبعنا ازاي يعني؟ حد ينفي التهمة عن الرجالة. يشهد انه شافهم في مكان تاني ليلة الواقعة. قصدك شاهد زور يعني؟ ويكون محل ثقة قصاد النيابة. وده هنجيبه منين؟ معرفش، لكن وجوده ضروري. هيقلب القضية لصالحنا. ده إذا النيابة اقتنعت بكلامه. روح أنت دلوقتي يا جمال. عناية كبيرة. تعال يا ابني شيل الحاجات دي. عامل ايه دلوقتي يا عرفة؟ الحمد لله على كل حاجة يا سعد. انت عملت غلطة كبيرة قوي وهتدفع ثمنها غالي. احنا زي الصعايدة ما بنسيبش طارنا. هما دفعوا لك كام؟ كتير كتير قوي يا عرفة. اكيد لازم يدفعوا لك مبلغ محترم عشان ترضى تبيع ضميرك. لا لا لا، انا بني ادم شريف يا عرفة. كل الناس شرفة، حتى أحط الناس في نظرك برضو شريفة بطريقة أو بأخرى. مفيش حد جواه شر مطلق. المشكلة إنه مفيش غير طريق واحد مشروع، ومش ممكن يستوعب الناس دي كلها. أيوة، بس في حاجات المفروض البني آدم يرعيها، يعني إنك ما تأثرش مع عيلتك، تتقي ربنا في شغلك، ما تأذيش حد بدون سبب، ما تاكلش حق حد. لكن الظاهر الحاجات دي نسيناها أو تاهت مننا في السبق اللي قطع نفسنا في الجري ورا الفلوس. المشكلة إنك أنت بتنفخ في قربة مقطوعة، بتحارب طواحين الهوى، بتتكلم لغة قديمة محدش عنده استعداد ولا يسمعها ولا يفهمها، مع إنك ببساطة ممكن تنجي نفسك واللي معاك. الحر ما يرضاش بالظلم يا متر، لكن يرضى بالخراب. مبروك مقدما، أنت نجحت نجاح باهر. أحب أبشرك إن الصيادين بتوعك هيتحكم عليهم وياخدوا 5 سنين سجن، وانت هتفلس وتبيع اللي وراك واللي قدامك، وبرضه مش هنسيبك. سؤال اخير يا متر، انت متاكد انك مصري؟ طبعا. طب ازاي تقدر تشتغل في شركه بتمص دم المصريين؟